أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية، موقع المصدر أونلاين يكتب: مستشفيات صنعاء تستقبل المئات من الجثث الحوثية بالتزامن مع اشتداد المعارك جنوب مأرب. وفي الصحافة العربية، موقع العربي الجديد: الحرب اليمنية ليست عبثية. ودوليا، موقع واشنطن فري بيكون: مسلحون مدعومون من إيران يقتحمون السفارة الأمريكية في اليمن. بالتزامن مع تصاعد المعارك جنوب محافظة مأرب، تناول موقع المصدر أونلاين استقبال عدد من مستشفيات صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أكثر من 300 جثة لقتل الميليشيا. وأكدت مصادر طبية متعددة للمصدر أونلاين وصول أكثر من 300 جثة، أغلبها لفتيان قاصرين زجت بهم الميليشيا خلال الأسابيع الماضية في جبهات القتال بمحافظة مأرب. وأشار الموقع إلى أن مستشفيات في ذمار والبيضاء رفضت استقبال أغلب هذه الجثث بسبب ازدحام ثلاجاتها بالقتلى الحوثيين، لافتة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجثث لم يتم التعرف عليها طوال الفترة الماضية لتوزيعها على الأسر في المناطق والمدن الخاضعة لسيطرة الجماعة. ولفتت إلى أن المئات من جرحى الميليشيا يملؤون غرف العنايات والرقود بهذه المستشفيات. أضاف الموقع أنه على الرغم من مقتل أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا يوميا، إلا أن وسائل الإعلام الحوثية لم تعلن سوى تشييع عدد محدود من الجثث من 15 إلى 35 جثة بشكل يومي ومنتظم، كما لم تشر هذه الوسائل إلى مكان وزمان مصرع هذه العناصر، وتكتفي فقط بالقول إنهم قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن في عدد من الجبهات، في إشارة إلى أنهم قتلوا في مواجهة القوات الحكومية. تناول موقع عدن الغد إدانة هيئة علماء اليمن للعدوان المستمر من قبل الميليشيا الحوثية الانقلابية على اليمن عموما وعلى محافظتي شبوة ومأرب على وجه أخص. وأوضح الموقع تأكيد الهيئة في بيان لها على أن دفع الصائل المعتدي على الدين أو النفس أو العرض أو المال واجب شرعي على كل قادر. وبحسب الموقع، فإن بيان الهيئة أفتى بعدم جواز ترك الجيش الوطني ومن معه من المقاومة الشعبية بدون مرتبات أو أسلحة نوعية يدافعون بها عن دينهم ووطنهم وأمتهم. وقال البيان إنه يجب على قيادة الشرعية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي توفير كل ما يحتاجونه من ذلك وعقد صفقات التسليح، ويجب على القادرين القيام بذلك. كما طلبت قيادة الشرعية بتحريك سائر الجبهات ودعوة أبناء الشعب اليمني للنفير العام. وتناول الموقع إشارة هيئة علماء اليمن إلى أن عدوان الميليشيا الحوثية على محافظتي شبوة ومأرب وساكنيهما هو تجسيد حقيقي للإثم والبغي وغياب تام للوازع الديني والأخلاقي لدى هذه الميليشيا المغلة في القتل والتدمير. وشددت الهيئة على وجوب توحيد صفوف أبناء اليمن في مواجهة الميليشيا الحوثية الانقلابية والمؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، وجمع الكلمة وطي صفحة الماضي الأليم، والاجتماع على الثوابت الدينية والوطنية للشعب اليمني. تناول موقع الصحوة نت منشورا لرئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح علي الجرادي، قال فيه إن الجمهورية على موعد مع النصر. وأشار الموقع إلى ما قاله الجرادي بأن مأرب بمقاومتها لمشروع الإمامة تفضح الادعاءات والتقولات بالانحياز للجمهورية. وبحسب الموقع، فقد أوضح الجرادي أن على تراب مأرب الطاهر يرابط المؤمنون بالتوحيد لله والمساواة للبشرية والكرامة لكل يمني. وأكد أن مأرب معركتنا المقدسة، وهي الفاصلة بين الحرية والعبودية،
بين الكرامة والذل، بين الحق والباطل، بين الصمود والانكسار. ومضى قائلا إن مأرب تمثل مارد الجمهورية وكل أحرار اليمن في الجيش والمقاومة وفي كل قلب يمني وضمير ولسان كل حر كريم اختار طريق النصر. مأرب قبلتنا في محراب الحرية والانعتاق من كهنوت الإمامة والعنصرية. وأوضح رئيس إعلامية الإصلاح أن كل القضايا الكبرى تتعرض لامتحانات قاسية تتميز معها الحقيقة من الزيف، يثبت فيها المبدأ ويذهب الزبد ويتلاشى. وأشار إلى أن كل الأمم التي دافعت عن كرامتها قدمت ثمنا باهظا، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي كادت أن تتشظى وتسقط واشنطن العاصمة في حرب مكافحة الرق والعنصرية. وأكد الجرادي في مقالته استحالة أن ينتصر مشروع الموت والعبودية في أرض اليمن التي عرفت بمقارعة الغزاة والطغاة، مؤكدا في ختام منشوره أن الجمهورية على موعد مع النصر حين تكون مأرب هي عنوان مقاومته. وعربيا، تناول موقع العرب الجديد مقالا للكاتب بشير البكر فند فيه حالة اللغط في الإعلام العربي في وصف الحرب في اليمن. استطاع الكاتب أن يوضح طبيعة الحرب من خلال الغوص في البحث عن أسبابها المحلية ودوافعها، وكذلك علاقاتها الإقليمية وطبيعة التحالفات القائمة اليوم. وقال الكاتب أن الحرب في اليمن ليست عبثية كما صار يتردد على ألسنة بعض السياسيين وفي بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ويؤكد الكاتب على حقيقة أن هذه الحرب فجرها الحوثيون بالزحف على صنعاء والسيطرة عليها وإسقاط الحكومة الشرعية في سبتمبر أيلول عام 2014. وقال لقد تبين أن من يدير هذه الحرب ليس الطرف الحوثي وحده، لقد صار واضحا أن القدرات القتالية والأسلحة الموجودة في أرض المعركة تتجاوز إمكانات الحوثيين ومن التحق بهم من قوات الدولة اليمنية السابقة، خصوصا أنهم أخذوا في السنوات الأخيرة يفقدون التعاطف الذي كانوا يحظون به من بعض الأوساط. ويقول الكاتب أن المظلومية الحوثية باتت مشروعا يتجاوز البلد من أجل توظيف اليمن في النزاع مع السعودية بهدف تحقيق أهداف إيران وأطماعها في منطقة الخليج العربي مثلما حصل في لبنان والعراق وسوريا. وحذر الكاتب كذلك من أن نتائج الحرب قد تفضي إلى محاصرة السعودية وفرض شروط إيران على منطقة الخليج، وساعتها سيجني النتائج الوخيمة أولئك الذين يريدون مواجهة الدور الإيراني على حقيقته كما يتجلى في لبنان والعراق وسوريا، وستسقط أوهام كثيرة منها التعويل على الولايات المتحدة لحماية الخليج وتعزيز أمنه في وجه الخطر الإيراني. وفي الصحافة الدولية، تناول موقع واشنطن فري بيكون عن مسؤولين في وزارة الخارجية أن مسلحين مدعومين من إيران يقتحمون السفارة الأمريكية في اليمن ويحتجزون رهائن ومعدات. وقالت صحيفة واشنطن فري بيكون أن مسلحين حوثيين اقتحموا يوم الأربعاء الماضي مبنى السفارة وصدروا معدات بعد أيام من احتجاز موظفين يمنيين يعملون فيها. وأشارت الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين أفادوا أن وزارة الخارجية تعمل على ضمان إطلاق سراح العديد من الرهائن الذين احتجزهم إرهابيون مدعومون من إيران بعد أن اقتحموا منشأة السفارة الأمريكية في صنعاء في اليمن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المحتجزين احتجزوا كرهائن دون تفسير وندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً. كما أن الولايات المتحدة قلقة بشأن اقتحام مبنى السفارة وتدعو الحوثيين إلى إخلائه فورا وإعادة جميع الممتلكات المصادرة.
وبحسب الصحيفة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة فري بيكون إن الولايات المتحدة لا تكف عن بذل جهودها الدبلوماسية لضمان الإفراج عنهم، وقد تم الإفراج عن غالبية المعتقلين، لكن الحوثيين يواصلون احتجاز موظفين يمنيين إضافيين في السفارة. وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن ستواصل جهودها الدبلوماسية لضمان الإفراج عن موظفينا وإخلاء مجمعينا بما في ذلك من خلال شركائنا الدوليين بحسب الصحيفة. ورجحت الصحيفة أن يؤدي وضع الرهائن إلى زيادة تأجيج التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تسلح وتمول المتمردين الحوثيين في اليمن. وفي ختام السلطة الرابعة أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير.